حب أقول بالنسبة لموضوع توفيق باشا، إنه توفيق باشا 1924 2005 كان علما من أعلام الموسيقى في لبنان وسوريا والعالم العربي، ورائد من رواد نهضة التأليف الموسيقي في بلادنا، وهو أحد نجوم الإذاعة اللبنانية في زمنها الذهبي الجميل، وحارس هيكلها الأمين لعقود، وهو مؤلف السيمفونيات الموسيقية والمجدد الكبير والمايسترو الذي كلما صعد إلى المسرح وقع شيء من السحر في المكان وانسحر الجمهور. في عام 1989 قاد أوركسترا فيروز في حفلتها في القاهرة الصوت والضوء، واستطاع مع فيروز التغلب على كل المشاكل التقنية التي عصفت بالحفل آنذاك. نشأ توفيق الباشا وترعرع في بيروت. روى لي شقيقه الرسام الراحل أمين الباشا أنه كان يحضر قناني الزجاج ويضرب عليها بالملعقة لينتج موسيقى. بتأثير من خاله خليل مكنية الموسيقي والرسام، تشجع لارتياد طريق المجد الصعب، وبتأثير من خاله أيضا انتمى باكرا إلى صفوف النهضة القومية في لبنان. كانت بيروت عالمه الذي يتسع باستمرار لطموحه. يقول: بيروت خلقتني وكونت لي شخصيتي. درس الموسيقى في المعهد الموسيقى التابع للجامعة الأمريكية عازفا على آلة التشيلو، ودارسا على يد أستاذ روسي اسمه إليكسي كوجل، ثم أكمل الدراسة على يد الأستاذ الفرنسي برتراند روبيير في الجامعة اليسوعية، ودرس على يديه مادة التأليف الموسيقي. ولكنه كان يعتبر دائما أن أستاذه الروحي في الموسيقى هو سيد درويش. كان توفيق الباشا مع عصبة الخمسة في بداية الخمسينات، وهم عاصي ومنصور الرحباني، زكي نصيف، وتوفيق سكر طبعا بالإضافة إلى توفيق الباشا. وهذا اللقب أطلق عليهم بعد خوضهم المعارك ضد التقليديين، وكانت الغلبة لهم أي التشريديين. عام 1953 تسلم مسؤولية الإنتاج الموسيقي في إذاعة الشرق الأدنى، حتى توقفها في العام 1956 أثر العدوان الثلاثي على مصر. عاد توفيق إلى بيروت والتحق بالإذاعة اللبنانية وتسلم فيها الدائرة الموسيقية، وبقي في موقعه قرابة ربع قرن مع إنجازات التجهيز والتنظيم، ورفع المستوى ومعاييره في لبنان، واستطاع تكوين أكبر فرقة موسيقية في الإذاعات العربية. كان أيضا في مهرجانات بعلبك الدولية في الأعوام 1957 و1959 و1964 و1940، وكان في عام 1960 مع زكي نصر ونزار ميقاتي في فرقة الأنوار التي جاءت متصل ترفع في دولة توفيق الباشا المرتفعات الغنائية اهتماما بالغا. يقول الكلام لتوفيق: تنبهت وأنا أدرس الموسيقى الكلاسيكية إلى الموشحات وآفاقها المسرحية، فاشتغلت عليها ورحت أنقلها من التخت الشرقي إلى الأوركسترا الواسعة، ولكن ما الحافز الوطني والقومي والحضاري الذي دفعه إلى الاهتمام بالموشحات والتراث؟ اسمعه يقول الكلام توفيق: اليهود أخذوا الفنون والعادات والفولكلور الموسيقي مدعين بأنه تراثه. كنت في ستوكهولم بحضور مؤتمر موسيقي أدرت المذياع، فإذا لي أسمع أغنية آيا زين بالعبرية. كان أول ما فعلته حين عدت إلى بيروت أنني أعدت توزيع وتسجيل كل الموشحات الأندلسية والأغاني الشعبية التراثية. وهذا ما دفع زكي نصيف إلى القول لاحقا: هو سيد الموشحات على الإطلاق. تفرغ توفيق الباشا لتلحين أكثر من 3000 قصيدة من تراث الأدب العربي، توزعت في برامج إذاعية وتلفزيونية مثل ليالي الأصفهاني في كتاب الأغاني وليالي شهرزاد وغيره، ولحن لشعراء كبار وقصائد عظيمة مثل أبو العلاء المعري وصفي الدين الحلي والحسن بن هاني والبهاء زهير، ومن الجدد سعيد عقل والأخطر الصغير والياس أبي شبكة وفلوى طوقان ولميع عباس عمارة وأحمد رامي ومعين بسيسو ويونس الإبن ونزار الحر.
ومن شعراء الزجل أسعد السبعلي ومصطفى محمود ومارون كرم وموريس عواد وميشيل طعمي وسامي الصيداوي وغيره. أما الذين غنوا من ألحانه فمن المطربات نذكر نور الهدى وسعاد محمد وفايزة أحمد ونازك ووداد ونجاح سلام وثورة التطريب وفدوى عبيد وسميرة توفيق ونهى الهاشمي. ومن المطربين وديع الصافي وناصر شمس الدين وجوزيف عزار وإلي شويري وسمير يسبي وجوزيف نصيف وفهد بلان ومحمد زين. اشتغل توفيق الباشا على الأعمال السيمفونية وترك العديد من المؤلفات، منها سيمفونية الليل 1959 مستوحاة من شعر سعيد عقل، وسيمفونية فوق البنفسجة 1969 ونال عليها جائزة المعهد الموسيقي الوطني، وسيمفونية بيروت 1982 وهي 5 أجزاء 4 زيارات، بيروت الإنسان، وقفة عز، الخروج من المدينة، وعرباه. وألف سيمفونية السلام 1985 وعزفتها عام 1986 الأوركسترا الفيلهارمونية لمدينة ليج وبروكسل. أما آخر أعماله فكانت قد نوصت أوروبا ولم تعزف كاملا. يروي الأستاذ محمد كريم أنه في الليلة الأخيرة من مرضه كان يعوده في المستشفى، فقال له توفيق الباشا يجب أن نجد التمويل لتسجيل سيمفونية قدموس. وفي اليوم التالي غادر توفيق الباشا عالمه. كان يعتبر أن الفنان له مهمتان، الإنتاج وتوزيع عفوا وترك أثر إنساني على الإنسان. وكان يعتبر نفسه في الإذاعة مكلفا من الفن اللبناني بالمحافظة على مستواه وتطويره. لم يساوم ولم يقع في السهولة، ولبث من صناع الفن الكبار. وكان يسمي القصور في مستوى الغناء في لبنان والعالم العربي بأنه تلوث سمعي، وكان يعز عليه أن يرى الفنان الحقيقي بات على الحياد. طلب توفيق الباشا في كل المؤتمرات التي شارك فيها وضع منهج تدريسي للموسيقى في المدارس والمعاهد. ترك 3 كتب، المختار من المرشحات الأندلسية تحقيق وتأليف، الإيقاع في الموسيقى العربية تحقيق ومقاربة، والكمان والأرباع الصوتية، وكلها نافذة. وقد أخبرتني ابنته ريما أن ثمة عشرات المقالات والمحاضرات لا تزال في جوارير الظلمة. حائز ميدالية باريس عام 1961 وميدالية الاستحقاق اللبناني عام 1975 ووسام العلوم والفنون من مصر 1975 ووسام الاستحقاق اللبناني من رتبة فارس 1997 والجائزة التقديرية من معهد الموسيقى العربية في مصر 2003. روى لي شقيقه الراحل أمين الباشا حديثا غريبا معه وهو على فراش المرض. قال توفيق: هل تعلم يا أمين أنني كنت أحلم أن أكون رساما؟ فرد أمين: وكم حلمت أنا أن أكون موسيقيا. توفيق الباشا رسم الموسيقى بالنوتة وحركة عصا المايسترو، مجدد كبير في الموسيقى العربية. بعد 15 عاما على وفاته لم يطلق اسمه على استوديو في الإذاعة اللبنانية، ولا على قاعة في الكونسرفاتوار، ولا على شارع في المدينة التي أعطته وأعطاه. وما همه على حد منصور الرحباني، فقد سكن توفيق الباشا الماضي والآتي، وصار في تاريخنا قمرا للحكايات والسهر. وشكرا.